سلام، جاتكم اليوم فيديو جديد. في هذا الفيديو جبت لكم افضل 5 لابتوبات العاب جيمنج سنه 2020. قبل ما نشوفوا هاد اللابتوبات، اشتركوا في القناه اذا راكم مشتركين، ديروا جيم الفيديو ونبداو بخمس لابتوب. خمس لابتوب اللي هو من ام سي اي، ماركه مشهوره في اللابتوبات، ومن قبل وقيل قبل واحد ربع سنين ولا كانت هي الاولى في اللابتوبات جيمنج. عندنا اللابتوب هذا من ام سي، هذا جي اس 65، هذا هو الشكل تاعو. الشكل تاعو جاي نورمال، ماشي هذاك اللي ماشي كيما اللابتوبات واحد اخرين اللي الشكل تاعهم جيمنج بزاف اوليك، بصح القوي هذا اداء تاعو قوي بزاف. هذا اللابتوبات كامل جبتهم لكم اليوم اداء قوي بزاف. ويروحوا للرابع لابتوب. رابع لابتوب اللي هو من ازوس روغ، اسمه زيفيروس اس جي اكس 701. هذا يا من ازوس. ازوس راهي مشهوره بزاف ثاني في اللابتوبات في كلش، والشكل تاعو بزاف شباب. وحاجه عجبتني في هذا يا الصرخ، الصوت يخرج بزاف، صوت قوي. شغل النص تاع كيما تجي الكافي لاغون، النص تاعها دايرينها كامل، دايرينها كامل السماعات، وفي وسطها دايرين لها اللاد هذا تاع يعني يبان لكم تاع تاع ازوس. هاوليك نروحوا للثالث افضل لابتوب اللي هو الينوار اريا 51 ام. هذه الماركه مشهوره بزاف تاع، كانت واحد الوقت مشهوره بزاف كامل تاع اللابتوب جيمنج. جاي اللوغو تاعهم هاد واحد الشخصيه هكا فضائي، كنت تلقاها في يعني دايرها داير اللوغو في صوره مصغره. او حاب نقول لكم حاجه برك، اللي ما يعرفوش بزاف في الجيمنج حاب يشري لابتوب جيمنج ولا حاب يشوف هكذايا، لابتوب جيمنج تقدر دير لهم كيما بي سي نورمال، تركب ايكرون نورمال، وتركب ايكرون وكلافي وسوري وتلعب نورمال بالايكرون اللي مركبها وطفي هذه نورمال، ودير هذا كي شغل الكيس تاع البي سي نورمال. تقدر تستعمل هذه غير اللي ما على بالهمش بعض العفسة اللي ماشي داخلين بزاف الموضوع هذا. نروحوا لثاني افضل لابتوب اللي هو من ازوس توف جيمنج. هذا اكنز ازوس توف اكنز. الماركه هذه تاع توف جيمنج مشهوره ثاني بزاف في القطاع، سورتو هذيك الكارت مير تاعهم تاع توف هذيك بزاف قويه، معمره اللي يخدموا بها هذيك الكارت مير تاعهم. هذا هو من الازوس، الشكل تاعو جاي سامبل ماشي كيما الازوس الاول هذاك. نروحوا لافضل لابتوب سنه 2020 اللي هو من الازوس، هذا ازوس روغ ماشي تيف ولا هذا روغ زي فيروس، نفس الاخر بصح هذا جي 14 والاخر هذا يا جي اكس 701، هذا جي 14. هذا الشكل تاعو بزاف شباب من اللور، راني ما حطيت لكمش التصويره تاعو من اللور، حطيت لكم من القدام التصويره تاعو من اللور بزاف شباب الشكل تاعو، بصح من القدام جاي سامبل. هذا عجبني فيه والله، هذا عجبني في الشكل تاعو، بصح هذا اللون والاخر خير. وهذا هو فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم فيديو وفتكم به. بارطاجوا فيديو كش واحد حاب يشري لابتوب وما عرفش واش يخير ولا مع انه هاد اللابتوبات مهمش توفرين بزاف دزاير، بصح تاع ازوس كاينين، ما بيش هما يكونوا متوفرين كاينين غير هما بصح بصح غاليين. واسمو قلت لكم اذا عجبكم فيديو بارطاجيوه، اشتركوا في القناة اذا راكم مشتركين، ديروا لنا جيم فيديو. وهذا ما كان عندي فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم والسلام عليكم.